عليكم ورحمة الله وبركاته أطفالي الأعزاء. بدنا نعرف اليوم إذا أنتم ركزتوا بقصة نبي الله آدم ونبي الله إدريس عليهما السلام، وبنعمل هالمسابقة السريعة. نبي الله آدم، لماذا خلق الله تعالى آدم عليه السلام؟ ليفسد في الأرض؟ ليكون خليفة في الأرض؟ ليسفك الدماء؟ أحسنتم، ليكون خليفة في الأرض. أحسنتم. لماذا أمر الله الملائكة بالسجود لآدم؟ تكريما لآدم، إذلالا للملائكة لأنه مخلوق من طين. هاي صح، تكريما لآدم. لماذا اعترضت الملائكة على خلق آدم؟ لأنه أفضل منهم، لأنه نسل سيفسدون في الأرض، لتكون خلافة الأرض لهم. أحسنتم. لماذا جمع الله قبضة الطين الذي خلقها منها آدم من جميع أنحاء الأرض؟ ليأتي نسل آدم متنوع الأشكال والصفات، بناء على طلب الملائكة، بناء على طلب آدم. أحسنتم. لماذا رفض إبليس السجود لآدم؟ لأنه لا يسجد إلا لله؟ لأنه لا ليس من الملائكة؟ لأنه ظن أنه أفضل من آدم؟ أحسنتم، ما شاء الله بارك الله. ما الذي ترتب على عدم سجود إبليس لسيدنا آدم عليه السلام؟ الصداقة بين آدم وإبليس، ضم إبليس للملائكة، عداوة إبليس لآدم ونسله إلى يوم القيامة. عداوة لإبليس. أحسنتم. ما العقاب الذي أوقعه الله على إبليس؟ الطرد من المكان العالي الذي كان يحتلها، كتب له الخلود في الجنة، أمر الملائكة أن تذهب به إلى النار. الطرد. أحسنتم. ما القرار الذي اتخذه إبليس بعد طرده من رحمة الله؟ قرر أن يغوي آدم وذريته، قرر أن يعين آدم على الطاعة، قرر التوبة والرجوع. أحسنتم، قرر أن يغوي آدم وذريته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلمت يداك. مما خلق الله أمنا حواء عليه السلام؟ من نور، من طين الأرض مباشرة، من ضلع آدم. أحسنتم. لله ضرها. لماذا خلق الله حواء؟ لتنجب الذرية التي تستعمر الكون، لتكون سببا في خروج آدم من الجنة، عقابا لإبليس على عدم سجوده لآدم. أحسنتم، لتنجب الذرية. لماذا سميت حواء بهذا الاسم؟ لأنها ستعيش فترة طويلة، لأنها خلقت من ضلع آدم وهو إنسان حي، لأنها ستكون أم لكل البشر. سلمت يداك. أحسنتم. أباح الله لآدم وزوجته أن يأكلا من أشجار الجنة إلا شجرة واحدة، فلماذا؟ لأن شجرة الخلود، لا، ليختبر آدم وحواء. لك من رائع. بما شعر آدم وزوجته عندما أكلا من الشجرة؟ شعر كل واحد منهما أنه عاري، شعر آدم أنه سيخلد في الجنة، شعر كل واحد منهما بالسعادة. الأول طبعا. أحسنتم، رائع. بما عاقب الله آدم وحواء؟ بالخروج من الجنة، باللعنة إلى يوم القيامة بعد قبول التوبة، بالخروج إلى من الجنة. رائع. ما الذي أدركه آدم عند الهبوط إلى الأرض؟ أدرك عدم وجود فرق بين الجنة والأرض، أدرك أن الأرض هي الأفضل، أدرك أن الجنة هي الأفضل، أدرك أن الجنة هي الأفضل. لله ضرك يا فتى. لماذا رفض قابيل زواج هابيل من أخته؟ لأن قانون الله يمنع ذلك الزواج، لأنه لا يحب الخير لأخته، لأن أخته التوأم جميلة. تقدم. أحسنتم. ما الحل الذي عرضه سيدنا آدم على أبناء عليه حل مشاكله؟ الزواج، إرجاء هذا الأمر للعام القادم، القربان، الإعراض عن فكرة الزواج أصلا. يا قربان. رائع. ما العمل الذي كان يقوم به قابيل؟ التجارة، الصناعة،
الزراعة. الزراعة أحسنتم. ما العمل الذي كان يقوم به هابيل؟ رعي الأغنام، الزراعة، الصناعة، رعي الأغنام. ما الذي فعله قابيل عندما لم يتقبل الله قربانه؟ قتل أخي هابيل، قتل أخته التوأم، رضي بما حكم به الله، قتل أخي هابيل. أحسنت الاختيار. أحسنتم. لماذا لم يدافع هابيل عن نفسه؟ لأنه ضعيف، لأنه على حق، لأنه يخاف الله. لأنه يخاف الله. كن هكذا دائما. ما اسم الطائر الذي تعلم منه قابيل كيف يدفن هابيل؟ الصقر، الغراب، الفيل. طبعا الفيل ليس طائر. نحذف الإجابة، إذا يبقى الصقر أم الغراب؟ الغراب. قال يا ويلتي عجزت أن أكون مثل هذا الغراب. كن هكذا دائما. ما اليوم الذي خلق فيه آدم وفي أدخل الجنة وفي أخرج منها وفي يؤتي؟ الجمعة. أحسنتم. الرسول قال أكثروا من الصلاة علي في ليلة الجمعة ويوم الجمعة. ليلة الجمعة أي تبدأ بعد صلاة المغرب يوم الخميس وحتى أذان الفجر. رائع. من أول نبي بعد سيدنا آدم؟ نوح، سيدنا إدريس، سيدنا شيث. طبعا شيث. لله ضرك يا فتى. إلى ممتاز. أحسنتم. كانت إجابتك أحسنتم. رائعة. أحسنتم. انتهينا اليوم من هذا التمرين السريع، ومرة أخرى سوف نعود مع تمرين نبي الله إدريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اطلبوا من أبيكم وأمكم الاشتراك بالقناة. إلى اللقاء.